مساء الخير مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط بمنطقة عين دياب. كما تشوفوا تزامنا مع اليوم السبت، وللأسف كنت أسفة بزاف الانفجار اللي وقع بمنطقة الحي المحمدي. الناس هنا في عين دياب خارجين كيتمشاو، اليوم السبت يعني الويكند. كتشوفوا عين دياب عامر، الناس كيتمشاو كيحيدوا ستريس ديال الاسبوع، ستريس ديال الخدمه سيمانه كامله، والانسان الانسان في تماره في ستريس ديال الخدمه. فاليوم السبت كيحاولوا الناس يجيو شويه حدا البحر يتمشاو يشموا شويه الهواء ديال البحر باش يقدروا يبداو سيمانه جديده ويقدروا يبداو السيمانه ديالهم في العمل مزيانين. كيف ما كتشوفوا حنا ديما كنحاولوا نقربكم من الاجواء ديال اي منطقه بمدينه الدار البيضاء، كنجيو لعين المكان وكنحاولوا ننقلوا لكم الاجواء ديال المناطق ديال مدينه الدار البيضاء. فاليوم منطقه عين دياب فيها اجواء هادئه والناس خارجين الحمد لله. يا رب Thank you.
كيف ما شفتوا هذه هي الاجواء ديال منطقه عين الذئاب. وحنا دابا حوالي 9 قلتولوت. عين الذئاب مازال عامر، مازال الناس كيتمشاو خارجين كيشموا الهواء. حاولنا نشاركوا معكم الاجواء ديال هذه المنطقه هذه. شكرا لكم على التتبع ديالكم المباشر ديالنا، وكنودعكم في امان الله، ونلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.